أعزائي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من مادة التنقيب في البيانات واكتشاف المعرفة. إن شاء الله اليوم سنتناول موضوع جديد، وهي الأسوسيشن رول مايننج أو التنقيب عن قواعد الارتباط. إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الدرس يفترض أن يكون الطالب قادرا على تعريف التنقيب عن قواعد الارتباط والتعرف على مبدأ الأبريوري، وكذلك وصف عملية إنشاء أو توليد الكانديديت وعملية البرونينج. كذلك سنتعرف إن شاء الله على تطبيق خوارزمية الأبريوري لتوليد مجموعة العناصر المتكررة، وبقية الأهداف إن شاء الله سنتركها أو نترك تحقيقها للقاء المكمل لهذا اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. Association Role Mining. إذا أعطي لنا مجموعة من العمليات الناجمة عن عمليات الشراء التي يقوم بها الزائر لأماكن التسوق، فالمطلوب هو إيجاد مجموعة من القواعد التي تتنبأ بحدوث عنصر أو بظهور عنصر في عملية الشراء بناء على ظهور أو حدوث عنصر آخر في العملية ذاتها. في الشكل التالي، هنا معطى لنا مجموعة من الترانزكشنز المأخوذة من عمليات التسوق التي قام بها زبون ما. كل ترانزكشن لها الـ ID والـ items التي ظهرت في هذه الترانزكشن. فعلى سبيل المثال، في الترانزكشن الأولى احتوت على عنصرين، البريد والميلك، وكذا بقية الترانزكشنز. المثال هنا لعملية إيجاد رولز، ربما نريد أن نحصل على روز تتكلم عن ظهور منتج الدايبر مع ظهور البير، رولز أخرى إلى أي مدى أو لا، ما مدى احتمالية ظهور عنصري أو ارتباط ظهور عنصري الملك والبريد مع العناصر الإيجز والكوك. في المثال الثالث أيضا، ما مدى ظهور أو احتمال ظهور عنصري البير والبريد مع عنصر ثالث وهو الملك. إذن هذه هي الرولز المراد البحث عنها وإيجادها من خلال الأسوسيشن رول مايننج. طبعا هنا لا نعني السببية، أنه بسبب ظهور عنصر ما سيظهر عنصر آخر، وإنما إلى أي مدى ارتبط بدرجة ما من الاحتمال والحدوث في عملية الشراء. وسنحدد إن شاء الله مجموعة من المقاييس التي تضبط قوة القاعدة أو ضعفها. إذن لازلنا في تعريف الفريكوينت ايتم سيت أو بعض المصطلحات المتعلقة بالأسوسيشن رول مايننج. أول ايتم أو أول عنصر نريد أن نتحدث عنه في هذه اللقاء هو الايتم سيت. الايتم سيت هو مجموعة من العناصر أو عنصر أو مجموعة من العناصر التي تظهر في الترانزكشن. على سبيل المثال، يمكن أن نعتبر أن الايتم سيت هنا مكون من ثلاث عناصر، الميلك والبريد والدايبر. هنا مجموعة هذه العناصر يسمى item set. لاحظ أنه مكون من ثلاثة عناصر. الكي item set هو الايتم set الذي يحتوي على key items. إذن هنا ممكن أن نعتبر هذا three item set بناء على أنه احتوى على ثلاثة عناصر في العملية. من مصطلح آخر ومفهوم آخر، support count، وهو الـ frequency of occurrence of an item، إلى درجة تكرار أو عدد مرات تكرار الـ item set في الـ database. على سبيل المثال، وجد أن هذا الـ item set المكون من ثلاثة عناصر تكرر مرتين في الـ database. إذن ممكن أن نقول أن الـ support count لهذا الـ item هي 2. مفهوم آخر
السبورت، وهذا سيشكل مقياس لدرجة اعتماد الفريكوينت ايتم ست. فالسبورت هي نسبة العمليات أو الترانزكشن التي احتوت على الايتم ست من إجمالي عدد الترانزكشن في الديتابيز. على سبيل المثال وجد أن السبورت للايتم ست المكون من هذه العناصر هو 2/5، 2 عدد مرات تكرار هذه الايتم ست من إجمالي عدد الترانزكشن في الداتابيز المكون من 5 ترانزكشنز. أخيرا الفريكوينت ايتم ست أو العنصر أو مجموعة العناصر التكرارية أو المتكررة، ويمكن أن يكون الايتم ست فريكوينت إذا كان يحتوي على أو قيمة السبورت له هي أكبر من أو تساوي المينيمم سبورت ثريشولد أو القيمة التي حددت للسبورت. إذن أي ايتم ست لديه قيمة للسبورت أكبر من المينيمم سبورت التي حددت مسبقا فيعتبر فريكوينت ايتم ست. في المثال السابق يمكن أن نلاحظ الجدول هذا يمثل مجموعة الترانزكشنز، وعلى سبيل المثال الترانزكشن الأولى تكونت من عنصرين 2 item set، وبالتالي يمكن أن نجري عليها هذه المفاهيم السبورت count والسبورت، ونحدد فيما إذا كاونت إذا ما كانت frequent item set أم لا بناء على قيمة المينيمم سبورت. إذن نحن بحاجة إلى مقاييس لقياس الرولز التي سنحصل عليها بعملية الاسوسيشن رولز مايننج في الشكل التالي. على سبيل المثال عملية ظهور الكوك والميلك، فالكستمر إذا إلى أي مدى إذا اشترى العميل الكوك بالتالي سيشتري معه الميلك. إذن تقاطع شراء العميل للكوك مع شراء الملك بحيث أنه يولد ارتباط بين ظهور العنصرين هو ما يطلق عليه بالأسوسيشن رول مايننج. إذن المطلوب هو إيجاد كل الرولز التي تكون بشكل X Y إلى Z بحيث تحقق مقياسين، المقياس الأول الكونفيدنس وسنتحدث عنه، والمقياس الآخر هو السبورت. إذن أي رولز بشكل X إلى Y أو X Y إلى Z أو بأي شكل آخر بحيث أنه في الشرط وفي جواب للشرط أو الانتسيدنت والكونسيكوينت، وبالتالي يمكن أن نطلق عليها رولز، لكن هذه الرولز تعتبر يعني ذات قيمة أو يمكن اعتبارها وأخذها في الاعتبار إذا حققت الشرط أنها تجاوزت الحد الأدنى لقيمتي الكونفيدنس والسبورت. ماذا نعني بالسبورت؟ السبورت هي احتمالية أن الترانزكشن تحتوي على كل من الإكس اتحاد واي اتحاد زد من إجمالي عدد الترانزكشنز في الديتابيز. المقياس الآخر الكونفيدنس سي هو الاحتمالية الشرطية أنه إذا احتوت الترانزكشن على العنصرين X و Y أيضا سوف تحتوي على العنصر Z. بعض الأمثلة للميمم السبورت والكونفيدنس كمقاييس لقياس قوة الرولز في الجدول التالي: مجموع من الترانزكشن مأخوذة من الداتابيز، ومجموع من الايتمز التي ظهرت في هذه الترانزكشنز. لنفترض أن المينيمم سبورت ثريشولد حددت بالقيمة 50% والمينيمم كونفيدنس ثريشولد حددت بالقيمة 50%. إذن ممكن أن نلاحظ أن الرولز التالية E إلى C، أو إذا كان E فإن C سيظهر، تأخذ قيمة 50%
لمقياس الدعم السبورت، نظرا لأن بالتطبيق المفهوم السابق أن اتحاد الإي مع السي أو ظهور الإي مع السي في الديتابيز مثل 50% من إجمالي عدد ترانزكشن. إذن هذه الحالة الأولى لظهور الإي عنصر الإي مع عنصر السي، هذه الحالة الثانية. إذن كم ظهر الإي مع السي؟ ظهر في عمليتين أو في 2 ترانزكشنز من إجمالي 4 عمليات. إذن نسبة السبورت هنا هي 50%. نلاحظ أن السبورت متحقق لأنه مساوي تقريبا تماما لها. بالنسبة للكونفيدنس أخذ القيمة 66.6 نظرا لأن المينيمم كونفيدنس تبحث في الاحتمالية الشرطية. إذا ظهر A في عدد معين من الترانزكشن، كم نسبة ظهور السي من نسبة هذه الترانزكشن التي ظهر فيها العنصر A؟ إذن نلاحظ هنا لو اعتبرنا هذا الجانب يمثل الX وهنا يمثل الY، فنلاحظ أن الA كأيتم تكرر 3 مرات، هنا مرة وفي الترانزكشن الثانية والترانزكشن الثالثة، إذن 3 مرات ظهر. إلى أي مدى مع هذه الظهور للإي في 3 العمليات ظهر السي؟ نلاحظ أن السي ظهر مرتين من إجمالي الثلاث العمليات اللي ظهر فيها الإي. إذن يمكن أن نقول أن الكونفيدنس الإي إلى سي تساوي 2/3 وهي تساوي 66%، وهكذا بالنسبة للرولز الأخرى سي إلى إي. إذن تلخيص لتعريف الاسوسيشن رولز، إذن هي عملية اكتشاف ظهور عنصر مع عنصر آخر بمستوى معين من السبورت والكونفيدنس. إذن is an implication expression of the form of X إلى Y، X إلى Y، حيث أن X و Y تعتبر item sets مأخوذة من transactions في الداتابيز مثال milk diaper إلى peer. هذه عبارة عن شكل من الرولز والتي تحتاج إلى أن نخضعها لقياس أو المقياسين، مقياس support ومقياس الconfidence. إذن مقاييس تقييم الرولز هي المقياس الأول السبورت والمقياس الثاني الكونفيدنس. مقياس السبورت هي نسبة عدد ترانزكشن التي احتوت على كل من العنصر X مع العنصر Y. الكونفيدنس هو مقياس لمدى ظهور Y بشرط ظهور X. أمثلة على المقياسين، المثال الأول هذه الرولز ملك دايبر إلى بير، نريد أن نقيم هذه الرولز هل هي رولز مقبولة أم غير مقبولة، بداية بحساب قيمة السبورت أو المقياس S والذي يساوي احتمال أو عدد مرات أو الكاونت للملك مع الدايبر مع البير، أي X Y and Z وهو 2 على إجمالي عدد ترانزكشن في الداتابيز والذي بلغت 5 عمليات كما محدد في الجدول أعلى. إذن السبورت بتأخذ قيمة 40%. أما بالنسبة للكاونت فما بنحسبها بظهور الميلك مع الدايبر مع البير على عدد مرات ظهور الميلك مع الدايبر، هنا ممكن اعتباره الإكس وهنا الإكس اتحاد واي، إذن 2/3 ويساوي 67%. لا يمكن أن نحكم على الرولز أنها مقبولة أو غير مقبولة إلا إذا طابقناها مع المينيمم سبورت المحددة مسبقا والمينيمم كونفيدنس فاليو المحددة أيضا مسبقا. المثال التالي يوضح عمليات
احتساب السبورت والكونفيدنس في الشكل التالي. معطى لنا مجموعة من الجدول التالي، معطى مجموعة من الترانزكشنز التي تحتوي مجموعة من الايتم سيت والايتمز التي ستشكل ايتم سيت فيما بعد. ففي البداية ممكن أن نأخذ الايتمز individually. معنا مجموعة من الايتمز وهو مكونة من الاي والبي والسي والاي سي. إذا نحتاج نحسب السبورت لكل ايتم على أنه معطى لنا المينيمم سبورت محددة بخمسين في المئة والمينيمم كونفيدنس بخمسين في المئة. إذا لو لاحظنا العنصر الايتم A تكرر ثلاث مرات في الترانزكشنز. إذا ثلاث مرات من إجمالي أربع ترانزكشنز، إذا ثلاثة على أربعة وخمسة وسبعين في المئة. كذلك البي تكرر مرتين في الترانزكشن الأولى والترانزكشن رقم أربعة، إذا مرتين أو في تو ترانزكشن من أربع ترانزكشن، إذا السبورت أو الكاونت سبورت له خمسين في المئة. لاحظ أن الاي والبي الآن يدعم أيش المينيمم سبورت، وكذلك السي والاي سي. لو أخذنا رول معينة مثلا الرول A إلى C، فالسبورت لهذا الرولز نريد أن نحسبه هي البروبابيلتي للـ A يونيان C وهي 50%، الكونفيدنس هي البروبابيلتي للـ C بشرط A وهي C تكرر أولا الـ A تكرر ثلاث مرات، مع هذه الثلاث مرات ظهر السي مرتين، إذن اثنين على ثلاثة وستة وستين في المئة وهي الكونفيدنس لهذه الرول. إذن يمكن أن نقول أن الرول إي إلى سي هي رول مقبولة نظرا لأنها حققت السبورت والكونفيدنس ميجرز. إذن مهمة التنقيب في البيانات هي أنه بإعطاء أو بالحصول على مجموعة من الترانزكشنز تي، فالهدف هو التنقيب عن قواعد الارتباط لإيجاد كل الرولز التي لديها المينيمم سبورت أكبر من أو يساوي لديها السبورت أكبر من أو يساوي المينيمم سبورت ثريشولد، وكذلك الكونفيدنس أكبر من أو تساوي المينيمم كونفيدنس ثريشولد والمحددة من قبل المحلل. لإنجاز هذه المهمة يمكن أن نتبع طريقة البروت فورس أبروتش أو ما يسمى بالهجوم الغاشم، والتي تعتمد الآلية التالية. إذن في البداية يجب أن list all possible association roles، يمكن أن نسرد جميع قواعد الارتباط الممكنة، ومن ثم نقوم بحساب السبورت والكونفيدنس لكل رول، ثم نستخدم عملية البرون أو التهذيب والتجذيب للرولز التي يعني جاءت قيمتي المينيمم جاءت قيمتي السبورت والكونفيدنس أقل من المينيمم سبورت والمينيمم كونفيدنس ثريشولدز. إذن هذه الطريقة مشكلتها أنها تعتبر كومبيتيشنالي بروهيبيتيف، أي أنها باهظة ومكلفة حسابيا، وبالتالي ربما نحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى نقلل فيها من عمليات أو تعقيد الحساب لإنجاز هذه المهمة. أمثلة لمجموعة من الـ item sets التي يمكن تشكيلها في أو يمكن أن نشكل منها مجموعة من الرولز. هنا أعطانا إجمالي أو جدول يحتوي مجموعة من الترانزكشنز المأخوذة من الداتابيز لعملية التسوق، ممكن أن نكون منها الرولز الحالي. لو أخذنا على سبيل المثال الميلك دايبر إلى البير كرولز باستخدام مقياسي السبورت، وجد أن السبورت لها 40% والكونفيدنس 67%، وهكذا بقية العناصر. لكن لاحظ شيء وهو أن
هذه الرولز مكونة من تقريبا نفس العناصر، وهي ثلاثة عناصر: الميلك والبير والتايبر. ولذلك فإن قيمة الكونفيدنس تقريبا لكل الرولز المشكلة من نفس هذه العناصر هي نفسها 40%. إذن الملاحظ أن كل الرولز هي عبارة عن باينري بار تشينز تم تجزئتها بطريقة ثنائية إكس إلى واي من نفس العناصر، وهي الملك والدايبر والبير. إذن الرولز التي أصلها أو اشتقت من نفس مجموعة العناصر وجد أنها متماثلة ومتناظرة في قيمة السبورت، لكن إنها مختلفة، وجد أنها مختلفة في قيمة الكونفيدنس. الكونفيدنس هنا اختلفت قيمتها من رولز إلى أخرى. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أننا بحاجة إلى فصل متطلبات مقياس السبورت عن متطلبات مقياس الكونفيدنس أو الثقة. إذن المايننج أسوسيشن رولز كبروسيس وفقا للبروت فورس أبروتش تتكون من خطوتين، تو ستيب أبروتش. الخطوة الأولى هي معنية بتوليد الفريكوينت ايتم ست، توليد مجموعة العناصر المتكررة. إذا نحن بحاجة إلى توليد كل مجموعة العناصر التي لها الخاصية التالية: السبورت فاليو greater or equal than المينيمم سبورت. الرول أو الستيب الثانية هي توليد الرولز. إذن مطلوب توليد كل الرولز التي تحقق الهاي كونفيدنس لكل فريكوينت ايتم ست، مولد من الخطوة الأولى، حيث أن كل قاعدة عبارة عن باينري بار تشينينج تم تجزئتها ثنائيا من نفس أو للفريكوينت ايتم ست المعين. إذن الخطوة الأولى نحن متطلبات الاسوسيشن رول مايننج هو تو ستيبس. ستيب 1 فريكوينت ايتم ست جنريشن بالاعتماد على السبورت ميجر. الخطوة الثانية توليد الرولز من هذه الفريكوينت ايتم ست التي تم الحصول عليها في الخطوة الأولى بالاعتماد على الكونفيدنس ميجر. إذن الفريكوينت ايتم ست جنريشن از ستيل كومبيتيشنالي اكسبنسيف. تظل المشكلة في مهمة التنقيب عن قواعد الارتباط هي قضية توليد مجموعة العناصر المتكررة، لأنها دائما هي التي تستغرق وقت ومساحة في الذاكرة، وبالتالي تظل دائما كومبيتيشنالي اكسبنسيف، وبالتالي نحن بحاجة إلى إيجاد حلول معينة للتقليل من درجة تعقيد هذه المرحلة. لو لاحظنا في الشكل التالي أنه لو أعطي لنا مجموعة من العناصر وهي العنصر E والB والC والD والE، فهذا الشكل يمثل شبكة الكانديديت فريكوينت ايتم ست، مجموعة العناصر المرشحة لأن تكون فريكوينت ايتم ست. إذن عدد مهول، فكلما كبر عدد الايتمز التي انطلقت منها الترانزكشنز كلما زادت احتمالية أو توسع شبكة الفريكوينت ايتم ست. وبالتالي given the items there are 2 أس دي 2 باور دي possible candidate item set. وبالتالي هذه تتطلب عمليات حسابية وتخزين كبير في الذاكرة، وعليه وفق البروت فورس أبروتش فإن كل item set في الشبكة أو في اللاتس is candidate frequent item set. إذن كل item هنا يعتبر candidate حتى إيش يتم التحقق من قيمة السبورت له، وإذا كانت أكبر من المينيمم سبورت يمكن اعتباره frequent item set. إذن
نحن بحاجة لاحتساب أو لعد قيمة السبورت لكل كانديديت في اللاتس عن طريق إجراء عملية سكانينج للديتابيز لحساب قيمة السبورت في الشكل التالي. لو معنا لو أعطينا مجموعة من الترانزكشنز، إذن كل آيتم ضمن الترانزكشنز في الديتابيز يعتبر كانديديت آيتم ست، وبالتالي يمكن أن نحصل على مجموعة الكانديديت أو اللاتس أوف كانديديت هنا، وبالتالي مجموعة أو طول الليست أوف كانديديت هو الام، وكذلك الدبليو هنا يمثل عرض الترانزكشن، الان هو عدد الترانزكشن في الديتابيز. إذن نحن بحاجة إلى عمل ماتشنج لكل ترانزكشن مقابل كل كانديديت ضمن الليست اوف كانديديت أو ضمن اللاتس اوف كانديديت، وبالتالي يمكن احتساب الكمبلكسيتي لهذه العملية كبيج ان ملتي باي ام ملتي باي دبليو، وتظل عملية مكلفة جدا نظرا لأن الام يمكن الحصول عليها بي ان باور دي أو ان مرفوع للأس دي. إذن إذا أعطي لنا عدد دي من الايتمز فالتوتال نمبر للايتم ست هو ان مرفوع للأس دي، والعدد الإجمالي لقواعد الارتباط التي يمكن الحصول عليها من الفريكوينت ايتم ست بالمعادلة التالية، لو على سبيل المثال أعطي لنا ستة من الايتمز أو أخذت الدي القيمة الستة، فإن عدد الرولز اللي يمكن أن نولدها من اللاتس أوف 6 items تساوي 602 رولز، وهو عدد كبير جدا. نلاحظ في الشكل أنه بزيادة قيمة دي تزداد عدد الرولز اللي يمكن توليدها، وبالتالي نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لتقليل الفريكوينت item sets. إذن هناك العديد من الاستراتيجيات التي تعمل أو يمكن اتباعها في عملية توليد الـ item sets. الاستراتيجية الأولى هي تعمل على تقليل عدد الـ candidates M، إذن باستخدام تقنيات البرونينج التهذيب أو التجذيب يمكن إنقاص قيمة M كما سنلاحظ إن شاء الله بعد قليل. الاستراتيجية الأخرى تعمل على تقليل أو تنقيص عدد الترانزكشنز في الداتابيز، أي تقليل قيمة N، وهذه تستخدم على أو تعتمد على تقليل حجم الـ N عندما يزداد حجم الايتم ست. ممكن أن تستخدم بواسطة الديناميك هاشينج أند بروننج ألغوريثم أو فيرتيكال بيست ألغوريثم. الاستراتيجية الأخيرة تعنى بتقليل عدد عمليات الكومبريزنز عملية المقارنة أثناء عملية فحص أو عملية سكانينج للديتابيز، أي تقليل قيمة الـ N في الـ M. إذن باستخدام يمكن أن تعتمد على استخدام أنواع من هياكل البيانات ذات الكفاءة العالية التي يمكن أن تخزن فقط الكانديديت التي يمكن أن نستخدم هذه الداتا ستراكشر لتخزين الكانديديتس، وبالتالي باستخدام هذه النوع من الداتا ستراكشرز نحن لن نكون بحاجة إلى أن عملية الماتشنج أو السكانينج لكل كانديديت في مقابل كل ترانزكشنز نظرا لطبيعة الداتا ستراكشر
التي لا تتطلب عملية الماتشنج لكل الكانديديت مقابل كل ترانزكشن، كما سنلاحظ إن شاء الله في اللقاء القادم. إذن لنبدأ بالاستراتيجية الأولى، وهي استراتيجية تقليل عدد العناصر المرشحة. مبدأ الأبروري أحد أهم التكنيكس أو المبادئ التي يمكن أن تستغل وتستخدم لتقليل عدد الكانديديت. إذن هذا المبدأ ينص على أنه إذا كان الايتم ست وجد أنه فريكوينت، فمن ثم فكل السب سيتس الناجمة عن هذا الايتم ست يفترض أن تكون أيضا فريكوينت. فالأبريوري برينسيبل يتحقق بسبب تحقق الخاصية التالية، بسبب الخاصية الدعم التالية أو بخاصية السبورت لما يلي. إذن لكل XY بحيث أن X جزئي من أو يساوي الY، فإن قيمة السبورت للX أكبر من أو تساوي قيمة السبورت للY، علما أن الX مجموعة جزئية أو جزء من أو يساوي الY. وهذا يعني أن السبورت للايتم ست، لأي ايتم ست، أبدا لا يتجاوز أو لا يفوق قيمة السبورت لأي من السب ست التابعة لهذا الايتم ست. سنوضح إن شاء الله بأمثلة في ما يلي. إذن وفقا لهذه خاصية السبورت ميجر، أن أي ايتم ست أو قيمة السبورت لأي ايتم ست لا تتجاوز أو لا تفوق قيمة السبورت للمجموعة الجزئية المنبثقة عنه، وهذا يعرف بالأنتي مونيتون بروبرتي لقيمة أو لمقياس السبورت، أي خاصية ضد الرتابة، أن الإكس كجزء من الواي أو يساوي لا يمكن أن لابد أن تكون قيمة السبورت له أعلى من السبورت للواي. توضيح لمبدأ الأبروري في الشكل التالي يوضح اللاتس للفريكوينت آيتم سيتس. إذن وجد أن هذا الكانديديت المكون من عنصر أو الآيتم ست إي بي وجد أنه انفريكوينت، أي أن قيمة السبورت له أقل من المينيمم سبورت. ووفقا لهذه الخاصية الأنتومينيتون أو ضد الرتابة، فإن كل المجموعات السوبر ست الأكبر منه والتي انبثقت يعني تم توليده منها تعتبر أيضا infrequent بناء على تطبيق مبدأ الأبروري. إذن لكون العنصر إيبي وجد أنه infrequent، وبالتالي أي أن قيمة السبورت له ليست أكبر من أو تساوي المينيم سبورت، وعليه وفقا للمبدأ الأنتي مونيتون فإن قيمة السبورت للسوبر ست الآباء، إذا جاز الكلام عن إذا جاز التعبير، كل هذه الآيتم ست تعتبر سوبر ست للعنصر اي بي، نظرا لان الاي بي جزء من كل هذه العناصر. اذا مجموعه هذه العناصر او ما يسمى بالسوبر ست سيتم ازالتها من اللاتس اوف كانديديت ايتم ست، لكون ان احد السب ست لها وهو العنصر اي بي وجد انه انفريكوينت، وبناء عليه فانه لا يمكن ان تتجاوز قيمه السبورت لهذه العناصر كلها قيمة السبورت للإي بي الذي هو في الأصل وجد أنه أقل من المينيمم سبورت أو إنفريكوينت، وعليه يجب إزالة كل هذا الفرع من هذه الشجرة لتحقيق مبدأ الأبروري
وبالتالي يمكن تقليل عدد عمليات الماتشنج أو السكاننج للداتابيز. توضيح آخر للأبروري برينسيبل في هذا الشكل. إذا معطى لنا مجموعة من الترانزكشنز تحوي مجموعة من الايتمز، ستة عناصر. فافترض أن لو افترضنا أن المينيمم سبورت هي الاثنين، عفوا ثلاثة، إذا المينيمم سبورت هي ثلاثة. كل العناصر في المجموعة الأولى أو الايتم ستة الأولى تسمى one item set لأنها تتكون من عنصر واحد فقط. إذا ننطلق لتكوين ال two item set الذي يحتوي دائما على عنصرين وعن طريق عملية الضرب الذاتية لجميع عناصر المكونة لل one item set ببعضها البعض كما سنلاحظ إن شاء الله في الشرائح القادمة. ومن ثم يتم احتساب الكاونت لكل item set، وأي item set له قيمة support أو count أقل من أو تساوي الثلاثة يتم إزالة هذا الـ item set من المجموعة الـ two item set. هنا no need to generate candidate in floating cook and إجز، نظرا لأن الكوك والإجز وجد أنه غير متكرر في الـ one item set، وبالتالي لا يمكن توليد مجموعات أكبر من هذه العناصر أو مشتقة من هذه العناصر. إذن ومن ثم ننطلق لتكوين الـ three item set التي تتكون من ثلاثة عناصر. لاحظنا أنه تكونت لنا الـ item set المكونة من العناصر التالية البريد والميلك والدايبر، وهذه الكاونت بالنسبة لها كانت ثلاثة نظرا لأن البريد تكرر أربع، عفوا نظرا لأن هذا الايتم ست برجوع إلى الداتابيز الأصلية وجد أنه تكرر ثلاث مرات وعليه يعتبر فريكونت ايتم ست. إذن ماذا حقق لنا مبدأ الأبروري؟ لو افترضنا أن كل مجموعة جزئية تم اعتبارها بحيث أن نحصل على توافق عدد العناصر في المجموعة الأولى والكانديديت 1 والتي عددتها 6 زائد توافق الكانديديت 2 زائد توافق الكانديديت 3 سنحصل على 41 كانديديت item set. لكن بتطبيق مبدأ السبورت بيس برونينج التشذيب والتهذيب بناء على مبدأ السبورت سنحصل فقط على الخيارات أو العدد العناصر المرشحة التالية 6 في الايتم ست الأولى و6 في الايتم ست رقم 2 و1 في الايتم ست في المجموعة الثالثة، وبالتالي هنا حصل اختصار كبير لعدد مرات فحص ومسح الداتابيز لحساب الكاونت، وهنا يعتبر إيجاد حل لمشكلة الفريكونت item set generation. مبدأ الأبروري إذن لنفترض أنه معطى لنا كي، ففي البداية لابد أن تكون الكي تساوي واحد، والمطلوب توليد المجموعة العناصر المتكررة من الطول واحد، ثم نحن بحاجة إلى تكرار الخطوات التالية حتى يكون لنا شرط توقفها no new frequent item set are identified. حتى إذا لم يعد هناك إمكانية للتوليد مزيد من الفريكونت item set هنا تتوقف الخوارزمية. إذن المطلوب هو تكرار الخطوات التالية. أولا كخطوة فرعية من هذه الخطوة توليد الكانديديت item set بالطول كي
plus 1 بناء على الفريكوينت ايتم سيت ذات الطول كي، ثم قيام بعمليه التهذيب والتشذيب وازاله الكانديديت ايتم سيت التي تحتوي على مجموعه جزئيه في المجموعه السابقه ذات الطول كي والتي لا تعتبر فريكوينت. اذا من جديد نقوم بحساب عمليه السبورت او مقياس السبورت لكل كانديديت عن طريق اجراء السكاننج على الداتابيز لحساب الكاونت للسبورت، ثم نقوم بازاله الكانديديت التي وجد انها انفريكوينت او ان قيمه السبورت لها اقل من المينيمم سبورت، وبالتالي نترك فقط تلك الفريكوينت ايتم سيت او الايتم سيتس التي وجد انها فريكوينت او ان قيمه السبورت لها اكبر من او تساوي المينيمم سبورت والمحدده مسبقا. إذن الكي ستيب للفريكوينت ايتم سيت هي ايجاد الفريكوينت ايتم سيت، وهي مجموعه العناصر التي تحقق المينيمم سبورت اي قيمتها تتجاوز المينيمم سبورت. فالسبست من الفريكوينت ايتم سيت يجب ايضا ان تكون فريكوينت ايتم سيت وفق مبدا الابروري. اذا ا سبست اوف فريكوينت ايتم سيت ماست اولسو بي ا فريكوينت ايتم سيت. على سبيل المثال لو وجد ان الايتم سيت المكون من مجموعه اي بي وجد انه فريكوينت ايتم سيت اي ان قيمه السبورت لهذا الايتم سيت اكبر من او تساوي المينيمم سبورت، شرط لابد ان تكون كل مجموعه جزئيه من هذا العنصر او مجموعه العناصر ونعني بها العنصر اي والعنصر بي يجب ان يكون ايضا فريكوينت ايتم سيت حتى نقول ان الاي بي هو ايضا فريكوينت ايتم سيت. اذا بطريقه تكراريه نقوم بإيجاد الفريكوينت ايتم سيت من مجموعة العناصر المرشحة من ابتداء من الكي من الان تساوي 1 الى كي، حيث ان الكي هي عدد او عرض الايتم سيت او عدد العناصر المكونة لكل ايتم سيت. من مجموعة الفريكوينت ايتم سيت يمكننا توليد الاسوسيشن رولز في الستيب نمبر 2 المكملة للاسوسيشن رول مايننج تاسك. إذن توضيح لمبدأ الابروري او خوارزمية الابروري تكون من تو ستيب. الستيب الأولى تقوم بعملية الجوين أو الربط بين مجموعة العناصر المرشحة لأن تكون فريكوينت، ونعني بالربط هو ضرب المجموعات المرشحة ببعضها البعض. الخطوة الثانية هي عملية البرون ستيب أو التشذيب، أي كي ماينس وان آيتم ست الذي وجد أنه ليس متكرر لا يمكن أن يكون مجموعة جزئية في مجموعة الفريكوينت كي ايتم سيت. هذه السي دي كود لهذه الخوارزمية يمكنكم الاطلاع عليه. مثال لخوارزمية الأبروري، إذا أعطي لنا قاعدة البيانات التالية دي التي تحتوي على أربعة ترانزكشنز أو أربع عمليات، كل ترانزكشن تحتوي على عدد من الايتمز، الخطوة الأولى هي إجراء عملية السيلف جوين بين عناصر الداتابيز أو الترانزكشن في الداتابيز. إذا يمكن في البداية أن نحصل على الكانديديت 1 المكونة من الوان ايتم ست والتي تحتوي على العناصر الأساسية للترانزكشن وهي العنصر 1 والعنصر 2 و3 و4 و5 وهكذا، ثم نقوم بحساب السبورت لكل عنصر بناء على عملية سكان في الداتابيز. وجد أن الواحد تكرر مرتين
الاثنان تكرر ثلاث مرات، الثلاثة تكرر ثلاث مرات، الأربعة تكرر مرة، على افتراض أن المينيمم سبورت هنا هي اثنان، إذن كذلك الخمسة تكرر ثلاث مرات، إذن الأربعة يعتبر infrequent نظرا لأن قيمة السبورت لهذا العنصر هي أقل من المينيمم سبورت المحدد بالقيمة اثنان. إذن يتم إزالة أو عملية البرون لهذا العنصر من هذه الكانديديت أو مجموعة المرشحة الأولى، ونحصل على الـ L1 وهي مجموعة العناصر التي تعتبر frequent item set بالطول واحد. إذن هذه مجموعة الـ L1 تحوي كل الـ item set بطول واحد والتي تعتبر محققة لشرط المينيمم سبورت. من هذه الـ L1 ننطلق لتوليد الـ C2 عن طريق إجراء عملية السيلف جوين أو الضرب المجموعة بنفسها لنحصل على الكانديديت 2 أو مجموعة العناصر المرشحة ذات الطول 2. إذن كل هذه الايتم ست ذات الطول 2 تعتبر إلى الآن أو لا زالت تعتبر كانديديت، وبالتالي الخطوة التالية هي عملية إجراء الاسكان على الداتابيز لحساب السبورت لكل item set. إذن وجد على سبيل المثال أن العنصر أو الـ item set 1 2 وجد أنه يحمل قيمة support 1، وكذلك العنصر 1 5 وجد أن قيمة support له هي 1، وهي أو كليهما هذان العنصران يحملان قيمة للسبورت أقل من قيمة المينيمم support المحددة سلفا. إذن يتم إزالة هذين العنصرين من مجموعة الكانديديت 2 والانتقال للـ L2 التي تحوي مجموعة الفريكوينت وليست الكانديديت، الفريكوينت التي أنها حققت شرط المينيمم سبورت ولكن بالطول 2. إذن L2 كل عناصرها بطول عنصرين أو مجاميع مكونة من عنصرين وكلها تحقق شرط المينيمم سبورت، أي أن قيمة السبورت لها أعلى من قيمة المينيمم سبورت. وهكذا نواصل في تكوين الكانديديت 3 المكونة من ثلاثة عناصر، ومنها نعمل سكان لحساب السبورت لهذه الايتم ست الذي وجد أنه محقق لشرط المينيمم سبورت، وهكذا حتى إذا لم يعد هناك إمكانية لتوليد مزيد من الفريكوينت ايتم ست أو الانطلاق إلى مستوى أعلى نتوقف أو تتوقف الخوارزمية. وبالتالي هنا يمكن أن نقول أن مجموعة الفريكوينت ايتم ست هي مجموعة العناصر الموجودة في المجموعة L1 و L2 ومجموعة العناصر المكونة لل L3. هنا في هذه الشريحة توضيح لكيفية توليد الكانديديت. قلنا العملية تتطلب تو ستيب، الخطوة الأولى سيلف جوين، الخطوة الثانية البرونينج. في السيلف جوين يتم ضرب أو ربط مجموعة الكانديديت مع نفسها أو مع ذاتها حتى يتم أيش الحصول على الكانديديت، ومن ثم ننتقل إلى خطوة، طبعا هي عملية أيش يعني عملية سيلكشن لكل عناصر أو الايتم ست المكونة لأي مجموعة بأي طول، ومن ثم يتم أخذها من نفس المجموعة وعمل شرط للربط العناصر ببعضها البعض، وبالتالي يتولد مجموعة الكانديديت ايتمز التي ربما تحتاج إلى عملية البرونينج لإزالة كل كانديديت يحتوي على مجموعة جزئية ليست مكونة لمجموعة المرشحة التي وجد فيها. بإن شاء الله المثال التالي نوضح أكثر عملية أو هذه العملية المكونة من السيلف جوين والبرونينج. لنفترض أنه لدينا مجموعة L3 التي تحتوي على هذه الايتم ست المكونة بطول ثلاث عناصر لكل ايتم ست. إذن كيف يمكن توليد الكانديديت
frequent item set والcandidate item set لهذه المجموعة L3. الخطوة الأولى نبدأ بعملية self joining بضرب المجموعة L3 في نفسها لنحصل على النتيجة التالية. نتيجة ضرب العنصر A B C مع العنصر A B D سنحصل على ال A B C D. كذلك حصلنا على العنصر E C D E نتيجة لضرب ال E C D مع ال E C E. بقية الاحتمالات مشمولة في هذين، أو احتمالات الضرب للعناصر مع بعضها البعض مشمولة في هذين العنصرين. إذن حصلنا نتيجة للسلف جوينينج الـ L3 في نفسها على مجموعة المكونة من أربع عناصر تحتوي على الـ item set E, B, C, D والعنصر الآخر أو مجموعة العناصر الأخرى الـ E, C, D, E. ننتقل إلى الخطوة التالية وهي عملية البرونينج التهذيب أو التجذيب. نلاحظ هنا أن الـ item set E, C, D, E هنا سيتم إزالته من المجموعة C4 نظرا لأن وجدت مجموعة جزئية وهي الـ EDE، مجموعة جزئية من الـ ECD ليست ضمن مكونات الـ L3، أي أن الـ EDE كمجموعة جزئية للـ ECDE ليست ضمن عناصر الـ L3، وبالتالي هنا سنحكم على الـ ECDE كأيتم ست بالإزالة والحذف من مجموعة الـ C4 وهي مجموعة العناصر المرشحة ذات الطول 4. إذن تبقى معنا فقط هو الـ ABCD كمجموعة مرشحة، وهنا نحتاج إلى عملية بعدها إلى عملية الإسكان على الداتابيز لنرى مدى أو لنحسب قيمة الـ support لهذه الـ item set حتى نحكم عليها أنها محققة لشرط المينيم سبورت أم لا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء الذي تعرفنا فيه على مبدأ أو على مهمة تنقيب عن قواعد الارتباط، وعرفنا فكرة الأسوسيشن رول مايننج ومشاكل هذه الطريقة المتمثلة بوجود أو تطلب عملية حسابية باهظة لتوليد مجموعة العناصر المرشحة. ثم رأينا كيف يمكن باستخدام بعض الاستراتيجيات التي تعمل على تنقيص عدد عمليات السكانينج للداتابيز لتقليل عمليات الحسابية على في Associated Role Mining Tasks. ومن ضمن هذه التكنيكس التي استخدمت هي الأبريوري برينسيبل، ورأينا وشرحنا مفهوم الأبريوري برينسيبل وأخذنا بعض الأمثلة. إن شاء الله في اللقاء القادم سوف نواصل في استكمال هذا الدرس لنرى كيف يمكن أن نولد الرولز من مجموعة الفريكونت آيتم سيت التي تعرفنا على كيفية الحصول عليها وتوليدها في هذا اللقاء. إلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.